وزي ما اتفقنا ان الابتكار هو واحدة من اهم المهارات على الاطلاق اللي لازم كل انسان يتقنها علشان يقدر يعيش حياة مختلفة، علشان يقدر يكون طالب في الجامعة بأداء مختلف، علشان يكون موظف في شركة بأداء مختلف، علشان يكون أب وأم في أسرته بأداء مختلف، عشان يكون مواطن في بلده بأداء مختلف، عشان يكون رجل أعمال ناجح نجاح مختلف. السؤال اللي النهاردة اللي هنتكلم عليه هو مبني على حاجة أساسية، إن حضرتك محتاج إنك تفكر في حياتك الحالية، في اللي أنت بتقوم بيه في الوقت الحالي. وزي ما اتفقنا الفيديوهات اللي هي الخاصة بحياة الابتكار هي مبنية على ان بتخلي حضرتك تجاوب على اسئلة، وانت بنفسك اللي تجاوب على الاسئلة، مش ان انت تسألها لواحد متخصص وهو يجاوب لك عليها. لان زي ما اتفقنا ان احنا كلنا مبتكرين بطبيعة الحال، كلنا مبدعين بطبيعة الحال، ولكن حضرتك محتاج ان انت توجه ابتكارك بشكل منهجي، ودوت اللي الأسئلة هتوجهك ليه. الفرق بين حياة ابتكارية وحياة تقليدية هو الفرق بين النجاح والفشل. تعال مع السؤال الخاص بالنهاردة، وزي ما قلت لحضرتك الأسئلة دي أنت اللي لازم تجاوب عليها، وأنت اللي لازم تعيش حياتك حياة فيها تفكير. فكر في اللي أنت بتعمله في الوقت الحالي، سواء إذا كنت بتشتغل في وظيفة أو حتى بتشتغلش، فكر في اللي انت بتعمله في الوقت الحالي. انت بتعمل ايه من اول ما تصحى من النوم لغاية ما بتنام بالليل؟ بتعمل ايه؟ ادخل على صلاح الكاشف دوت نت وجاوب على السؤال ده، او امسك ورقة وقلم ومع نفسك واقعد فكر انت بتعمل ايه من ساعة ما بتصحى لغاية ما بتنام، وجاوب على السؤال التاني، هل انت بتحب اللي انت بتعمله في الوقت الحالي؟ ولو بتحبه بتحبه ليه؟ وبتحبي فيه ايه؟ ولو ما بتحبوش ما بتحبوش ليه؟ وما بتحبش فيه ايه؟ مفيش حاجة مطلقة بنحبها ومفيش حاجة مطلقة ما بنحبهاش. يبقى سؤال تاني، ايه اللي انت بتعمله في الوقت الحالي سواء مهنة او غير مهنة، وهل انت بتحبه وبتحبي فيه ايه، او ما بتحبوش وبتحبش فيه ايه؟ ادراك الواقع هي بداية الابتكار علشان تحاول تغير هذا الواقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.